بأمر عاجل من الرئيس السيسي، الجيش المصري بيستمر في توفير احتياجات المواطنين. وعاجل منذ قليل الأرصاد الجوية المصرية بتحذر المواطنين من الانخداع. وفي مفاجأة كبرى، مسؤول مصري كبير ينفعل على الهواء مباشرة. وعاجل في مصر صدور أول حكما بمعاقبة تاجر أخفى سلع تجارية لرفع الأسعار. وعاجل مصر بتستعد لزراعة محاصيلها في دول أخرى، وننشر التفاصيل وكم ساعة يقضيها المصريون على الإنترنت في رمضان. وننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو. ده مهم ان شاء الله عشان تجيلك اهم الاخبار. واضغط على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار الجديدة اول باول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نخش في تفاصيل الاخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر ونبدأ مع بعض في تفاصيل الاخبار المهمة معانا. نبدأ مع بعض في تفاصيل الاخبار معانا. بأمر من الرئيس السيسي، الجيش المصري يستمر في توفير احتياجات المواطنين. أصدرت القيادة العامة للجيش المصري تعليمات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين. وبناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم توفير السلع من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان. كما عملت هيئة الإمداد والتموين بالجيش المصري على تعبئة وتجهيز 1,000,000 حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل ل 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وحرص الجيش المصري على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الجيش المصري بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة. وطالب الرئيس السيسي في اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة ووزير التموين ووزير الداخلية بتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي صرح بأن الرئيس وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكيد من تنفيذ التسعير الجديدة. وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت. المصدر معانا كان من القاهرة 24، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي مفاجأة كبرى، مسؤول مصري كبير ينفعل على الهواء مباشرة. وجه وكيل وزارة التموين في محافظة سوهاج بصعيد مصر محمد إبراهيم تحذيرا عاجلا لبعض التجار والمزارعين من تخزين القمح وعدم توريده للدولة. وتحدث عن توريد القمح وقال إن كل مواطن قام بزراعة فدان قمح عليه أن يورد 12 أردبا، ومن زرع نصف فدان يورد 6 أردب. وأكد أن الشخص الذي يرفض توريد القمح الزائد سيتم حرمانه من الدعم ومن الأسمدة، وسيتم تغريمه ثمن المحصول لأن هذا القمح ملك للدولة. ولفت إلى أنه ستتم مصادرة القمح والجرار الذي ينقل القمح بين المحافظات إلا من خلال تصريح من الجهة المسؤولة. لن يتم السماح بتوفير القمح في السوق السوداء. وانفعل وكيل وزارة التموين على الهواء وقال احنا بندعمه وبنقدم الدعم للمواطنين وفي الاخر يخفى القمح. ودخل احمد موسى في حالة ضحك على الانفعال الذي ظهر عليه وكيل الوزارة على الهواء. المصدر معانا كان من صدى البلد، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني بعتذر لحضراتكم، مش عارف بالظبط هل هي اردب ولا اردب، فياريت توضيح من حضراتكم في التعليقات تحت أسفل الفيديو، أكون شاكر جدا لحضراتكم. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل منذ قليل. الأرصاد الجوية المصرية بتحذر المواطنين من الانخداع. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين من الانخداع بسبب التحسن النسبي في درجات الحرارة بعدما شهدت مصر موجة برد شديدة خلال عدة أيام. وقالت هيئة الأرصاد إن الطقس اليوم يشهد اعتدالا في سرعات الرياح على كافة الأنحاء. بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه رغم حالة الطقس التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة
وتحسن الأجواء، فيجب عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نظرا لأننا في فترة تقلبات جوية تشهد ارتفاعا وانخفاضا في الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تظل الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل. شهدت مصر خلال الأيام الماضية تقلبات جوية شديدة وانقلابا مفاجئا في درجات الحرارة، حيث تعرضت مصر لموجة برودة شديدة خاصة في فترات الليل. المصدر معانا كان من صدى البلد، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر في منتهى الأهمية وعاجل في مصر. صدور أول حكما بمعاقبة تاجر أخفى سلعة تجارية لرفع الأسعار. قضت محكمة مصرية بحبس تاجر 5 سنوات مع الشغل بتهم تخزين السلع الغذائية واستغلال غلاء الأسعار على المواطنين في أول حكم لمحاربة احتكار التجار للسلع. بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت مباحث التموين حملة مكبرة على محتكري السلع والمواد الغذائية باستغلال تخزين السلع في ارتفاع الأسعار وقلة العروض في السوق، حيث تمكن رجال المباحث من مداهمة مخزن في منطقة الزيتون يمتلكه تاجر عطارة تم العثور فيه على كميات كبيرة من المواد الغذائية مثل الأرز والزيوت وسلع أخرى باستغلال موجة الغلاء ورفع أسعار السلع على المواطنين. تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي قضت بحبسه 5 سنوات والغلق والمصادرة. المصدر معانا كان من اليوم السابع، يعني دي إنجازات الدولة للحفاظ على استقرار أسعار السلع، وكل ده لمصلحة المواطن عشان المواطن ما يلاقيش حاجة غليت عليه ما يقدرش يشتريها، عشان ما يحصلش تضخم، عشان ما تحصلش مشاكل كتيرة جدا في الاقتصاد احنا في غنى عنها. مرة واحدة ممكن تلاقي يعني مثلا لو دي غلي بيأثر على سلعة تانية. فكل هذه الانجازات والتحركات من الدولة للحفاظ على اسعار السلع ولمصلحة المواطن. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، المصدر معانا كان من اليوم السابع. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مصر تستعد لزراعة محاصيلها في دول أخرى. وكشف موقع القاهرة 24 عن قرار حكومي بتشكيل لجنة تضم عددا من الجهات والوزارات تختص بحصر الدول التي يمكن التعاون معها لتخصيص مساحات من الأراضي بها لمصر لزراعتها. وأوضحت مصادر أن اللجنة ستضم ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية ووزارة التعاون الدولي ووزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات الأخرى. من المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال 2 شهر على أن يعرض على رئيس الوزراء تمهيدا لعرضه على الدول الأخرى. في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء المصري على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل على القمح بقيمة 65 جنيه ليضاف على أسعار التوريد المحددة، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد شاملة الحافز الاستثنائي 865 جنيه ليعني شحنة عبارة عن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 22.5 إيراط و875 جنيه لوزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23 إيراط و885 جنيه لوزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 إيراط. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022 من خلال حافز إضافي. المصدر معانا كان من القاهرة 24، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. بمناسبة شهر رمضان معانا خبر مهم جدا، وكم ساعة يقضيها المصريون على الإنترنت في رمضان. وكشف استطلاع حديث عن أن المصريين يقضون وقتا أطول في استخدام الهواتف الذكية خلال شهر رمضان، وأكد أن 51% من المستطلعين يقضون بين 1 و3 ساعات على مواقع الانترنت على هواتفهم الذكية. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أدكولوني مع شركة الأبحاث المستقلة جلوبال ويندكس لتحليل استعمال المستخدمين للأجهزة المحمولة وتفضيلاتهم للتسوق على المنصات الرقمية والوقت الذي يقضونه على الأجهزة المحمولة وتأثير إعلانات الجوال على المستخدمين في مصر،
إن 66% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم يستخدمون ألعاب الجوال، في حين ذكر 32% أن استخدام هواتفهم الذكية للألعاب الجوال يزداد على وجه التحديد خلال شهر رمضان. كما تبين أن الوقت الذي يقضيه من شملهم الاستطلاع في الألعاب المحمولة يتزايد أيضا، حيث أفاد 39% من المستطلعين بأنهم يقضون من 30 دقيقة لساعتين في الألعاب الإلكترونية خلال شهر رمضان. وإما الوقت الأكثر تفضيلا للألعاب الجوال والتسويق عبر الإنترنت فهو أثناء الصيام، وتحديدا بين الساعة 12 الظهر و6 مساء بنسبة 27% و34% على التوالي. وتابعت المؤسسة أن الاستطلاع الرمضاني الذي تم في مصر شارك فيه 57% من الذكور و43% من الإناث، تبلغ أعمارهم 65% منهم بين 16 و34 سنة. كشف عن المستوى الذي وصل إليه الإعلام في عصر الأجهزة المحمولة في المنطقة، وذكر 47% من المشاركين أن الإعلانات التي يصادفونها على هواتفهم الذكية لها تأثير كبير على قرار الشراء مقارنة بالتلفزيون بنسبة 26 فقط. وأكد 68% من المستخدمين في مصر أنهم يرغبون في متابعة إعلانات عن الأغذية، تليها الملابس بنسبة 48% ومنتجات الاتصالات بنسبة 40%، وهي الفئات التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى. ولدى تحليل البيانات الخاصة بالقطاع، فإن 52% من المستخدمين في مصر سيزورون المتاجر لشراء البقالة في رمضان، بينما سيتسوق 43% منهم عبر الإنترنت ويستخدمون خدمة التوصيل إلى المنازل. ووضح 82% من المستخدمين في مصر إنهم هيطبخوا في الغالب في المنزل خلال شهر رمضان، بينما سيطلب 8% فقط منهم في الغالب طعام ديليفري. وقال 55% من المستخدمين في مصر إنهم ينتظرون عروض رمضان لشراء سيارة، ما يعد دليلا على أن شراء السيارات يزداد أيضا خلال شهر رمضان. كما كشف الاستطلاع عن أن الإنفاق على مستحضرات التجميل النسائية يزداد خلال الشهر المبارك، مع التركيز أكثر على مستحضرات العناية بالشعر بنسبة 37% والعناية بالبشرة بنسبة 34%، تليها العطور بنسبة 31%. أفاد 52% من المشاركين بالاستطلاع بأنهم سيسافرون إلى الخارج خلال شهر رمضان، بينما يفضل 55% من مستخدمي الهواتف المحمولة الذين يحبون السفر شراء تذاكر النقل عبر الإنترنت. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن. طبعا زي ما حضراتكم عرفتوا دلوقتي يعني استطلاعات الرأي والمصريين بيحبوا ايه، قولنا في التعليقات تحت حضرتك بتحب تعمل ايه اثناء الصيام في شهر رمضان، تحب تعمل ايه هي الحاجات اللي يعني بتستفاد منها في شهر رمضان، اذا كنت بتستخدم التليفون اصلا او لا، اكتب لنا في التعليقات، منتظر التعليقات حضراتكم. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، إن شاء الله أشوفكم قريبا، وما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.